يا غريب هذا متشطين مع الهواشم واثنين منهم انقتلوا ولد مين؟ محمد وحسن وباقي ولد فين؟ شديني سلاحه داين من الطريق داي طب روح يا غريب ارجع هات الكهوف ورحم فيك يا ابوي الهواشم قتلوا محمد وحسن ومشرعينك الا بنجيب دم اخواتنا انا قلت ترجع الحمام دلوقت انت بتقول يا ابوي داي كلامك واعي قوي ومش واعي غير من لحظاتي وانا قلت ترجع وما حدش عرضني يا ابوي عشان خاطر ربنا سيدنا نروح دلوقت وزي ما تيجي انا قلتها كلمه وكلمه قانون يا ابوي انت لما قلت لناش الكلام عليه انا هاخد سلاح دلوقت واطلع اقعد يا ابو جبل اسمع اقعد الهواشم والدنيا كلها حاطين في دماغهم ان انا اللي هضرب وان اكون معاكم في اي حاجه تعملوها تكون معانا في اي حاجه ليه يا ابوي انت ناوي تسحب يدك من دم ودك ولا اللي جاي عقل مش رصاص يا ولد احنا هنضرب في الهواشم ضربتنا ومش هناخد فيهم يوم سين هنضرب ضربتنا من غير ما ناخد يوم سجن كيف يا ابو كيف دي بتحتاج تعالوا معايا اسمع يا ولد منك لي امر يا ابوي انا عايزكم تتقلوا رجلكم والشارع ده محدش يشوفه خبر يا ابوي امال هنحبس نفسنا ولا ايه الوقت مش وقت فتونا يا قاسم واحنا قاتلين منهم اثنين يا ابوي عقيلي عيلته كلها اتخلت عنه وما حلتوش غير الودين المدلدلين انا خوفي مش من العيال دول يا محسن يا ولدي انا خوفي من عقيلي نفسه عندك حق يا ابوي بس اللي عقيلي لو ضرب حد مننا هنضرب عياله اثنين وانا مش مستغني على حد فيكم واللي قلت لكم عليه تسمعوه من سكات حاضر يا ابوي ايه البيت ده يا ابوي ده البيت اللي هتضربوا منه الهواشم نضربوه وانت يا ابوه انا محسوب حسابي من قبل ما اعمل حاجه يعني ايه يعني انتوا هتضربوا ضربتكم وانا المتهوم والمتهوم بريء لحد ما يثبتوا وانا مش هخليهم يثبتوا علي حاجه تعالوا ده شوى الكشك وده سكر وشاي تعيشوا عليها وما تطلعوش من هنا غير لما تجيبوا طار اخوكم ولو لقيتوا واحد بروحه ما تضربوهش زي ما اخواتكم الاتنين طلعوا في شيالة واحدة هم كمان لازم يطلعوا في شيالة واحدة طيب يا الحية خلصت يا ابوي لو السكر والشاي خلص تفتح الشباك نص فتحة ولو الكشك خلص تفتحوا فتحة كاملة وانا هجيبولكم لحد عندكم بس حسكم عينكم تهملوا مكانكم من غير ما تاخدوا طرفكم سمعتوا حاضر يا ابوي الشاي والسكر خلصوا افتح الشباك نص فتحة زي ما ابوك قال يا ترى ابوك شايفنا دلوقتي ولا هنموت من الجوع يا ابو جبل والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
العظيم. هذا السكر والشاي. شفتنا كيف يا ابوي؟ قلت لكم يا همام عيني عليكم. جمال ابو جبل. ايوه ابوه. واحد لوحده له يا ابو جبل. حاضر ابوه. ابو جبل الحق قاسم محد. طب اصبر اصبر، انت هتعمل ايه؟ سيبنا اضربه. سيبك تضربه كيف؟ انت نسيت كلام ابوك ولا ايه؟ احنا دينا 8 شهور مستنين حد يطلع من بيته، وفي الاخر تقول له اصبر. اخواتك طلعوا في شهاله واحده يا امك، وهم لازم يطلعوا في شهاله واحده. ماشي يا ابو جبل ماشي. لا يا محسن، رايح اقضي مشوار، تيجي معاي؟ تطلع فين يا قاسم اخوك؟ انت نسيت كلام ابوك ولا ايه؟ ابوك مش هنا، وبعدين احنا داخلين في اكتر من سنه ما شفناش طرف كلب فيهم. ما تقولش هم اللي قاتلين. على رايك يا اخوي، بس ناخدوا السلاح معاني. وماله، ما الحرس واجب برضه. يلا بينا يا اخوي. احنا هنخلص المشوار بتاعنا وتونا راجعين. ماشي يا قاسم اخوك. يبقى ما تكترش كلام كتير وامشي وراي واسكت. اللي شوفه يا اخوك. حمام. يا اخوك. ولد الهاشم معدين. الاثنين. الاثنين يا اخوك. يا فرج الله. الولد ضرب ضربته، للوقت جه دوري. تفضل يا باشا. عملتها يا عقيلي؟ عملت يا جنابك. اولا انت مين وازاي تدخل مكتبي بالطريقه دي؟ معك المقدم كريم المصري مباحث. اهلا 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 كريم، اتفضل. انا مش جاي اتضايق، انا جاي اقبض على المتهم وماشي يا دكتور. تقبض عليه ليه يا سعد؟ انت هتستعبط يا عقيلي؟ انت مطلوب القبض عليه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ترصد إيه يا بيه؟ أنا ليا 3 أيام محجوز في المستشفى. الكلام ده تبقى تقوله هناك في النيابة. هاتوا يا لحظة يا فندم. خير؟ سعادتك عقيلي بيتكلم صح. هو بقاله 3 أيام محجوز عندي هنا في المستشفى. وفي تقرير طبي بيقول الكلام ده وبيثبته. عرفت تلعبها صح يا عقيلي، عرفت تلعبها صح. هاتوا. والله ما هسيبك يا عقيلي، والله ما هسيبك.